السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب السادس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في مرشحات مادة العلوم 2023. عندنا أول شيء التعاريف. الذرة هي أصغر جزء من المادة، تشترك في التغيير الكيميائي. الإنبات هي المراحل التي تمر بها البذرة أثناء نموها. الإخصاب هي العملية التي تؤدي إلى تكوين الثمار وبداخلها البذور. البذرة بويضة مخصبة تكونت في مبيض الزهرة. الانتشار الآلي هو عملية قيام الإنسان بنقل البذور من مكان لآخر لغرض زراعتها وتكثيرها. التكاثر الفضلي شكل من أشكال التكاثر الطبيعي للنبات يتم دون الحاجة إلى البذور. الدرنة ساق أرضية متحورة لخزن المواد الغذائية، توجد على سطح الدرنة نتوءات تسمى العيون. السوس نبات عشبي معمر ينمو بكثرة في المناطق الرملية الرطبة وعلى شواطئ الأنهار. التطعيم هو عملية نقل جزء نباتي حي من النبات المراد تكثيره يحتوي على برعم واحد أو أكثر. الطعم هو جزء نباتي يحتوي على برعم واحد أو أكثر يكون من الأصناف المرغوبة وخالية من الأمراض. الأصل النبات الذي يركب عليه الطعم. العمود الفقري هو المحور الذي يحمل جسم الإنسان ويتكون من 33 فقرة. الأقراص تراكيب طرية تسمح بانحناء الفقرات، تعمل كوسائل حماية ضد الصدمات الخارجية. الصيوان تركيب غضروفي مغطى بالجلد يحتوي على طياد. العصب السمعي عصب يصل الإذن الداخلية بالدماغ، ينقل الصوت من الإذن إلى الدماغ. البؤبؤ فتحة صغيرة في وسط القزحية يمر من خلالها الضوء إلى داخل العين. الأوتار تراكيب تربط العضلات بالعظام. الفقرات تراكيب عظمية قرصية الشكل. المسامات فتحات صغيرة تنتشر على طبقة البشرة. التعرق يعمل على خفض درجة حرارة الجسم في الأيام الحارة. الجزيء هو أصغر وحدة في المادة تحمل خواص تلك المادة الأصلية. المركب هو المادة الناتجة عن ارتباط ذرات مختلفة مثل الماء. الرابطة الكيميائية هي القوة التي تربط الذرات معا. التفاعل الكيميائي هي تغيير في ترتيب ارتباط الذرات المواد المتفاعلة نتيجة تكسر الروابط بين ذراتها. المعادلة الكيميائية هي تعبير مختصر عن التغير الحاصل في التفاعل الكيميائي. المواد المتفاعلة هي المواد الداخلة في التفاعل الكيميائي وقبل تعرضها للتغيير. تفاعل الاحتراق هو تفاعل كيميائي بين أكسجين الهواء والمواد لينتج أكسيد العنصر مثل احتراق الكربون. تفاعل الاتحاد هو تفاعل كيميائي بين مادتين أو أكثر لينتج مادة جديدة واحدة. عندنا التفاعل التحلل هو تفاعل كيميائي عكس تفاعل الاتحاد، حيث يتم تحليل مادة واحدة إلى مادتين أو أكثر. المواد الناتجة هي المواد الناتجة من التفاعل، تختلف عن المادة الأصلية بالصفات والخواص. الكتلة هي مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. المولد الكهربائي هو جهاز يقوم بتحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية. العتلة آلة بسيطة تساعد على إنجاز العمل بسهولة. الظل هو منطقة مظلمة تتكون خلف جسم معتم. الوزن هو قوة جذب الأرض للجسم. التيار الكهربائي هو سريان الشحنات الكهربائية من المصدر إلى الحمل عبر أسلاك التوصيل. وحدة قياسه الأمبير. البطارية هي مصدر من مصادر الطاقة الكهربائية وتصنع بأحجام مختلفة. التأريض وهو توصيل أجسام الأجهزة الكهربائية بواسطة سلك خاص بالأرض، ويعد من وسائل الأمان. عندنا المقارنات. ما الفرق بين نباتي البصلة والثوم؟ البصلة يتكاثر عن طريق بصلة كاملة، أما نبات الثوم يتكاثر عن طريق الفصوص. السؤال الثاني، ما الفرق بين طريقة التكاثر بالفسائل في حالة وجودها بالقرب من التربة وحالة وجودها بعيدة عن التربة؟ في حالة وجودها قريبا من سطح التربة يتم تشجيع جذورها على النمو من خلال التسميد، أما إذا كانت بعيدة عن التربة فيتم عمل صندوق خشبي حول قاعدة الفسيلة يملأ بمزيج من التربة والسماد ويتم سقيه لغاية 6 أشهر. سؤال، ما الفرق بين الكتلة والوزن؟ الكتلة كمية ثابتة، وحدة القياس الكيلوغرام، وأداة القياس الميزان ذو الكفتين. الوزن كمية متغيرة، وحدة القياس النيوتن، وأداة القياس الميزان النابضي. سؤال الرابع، ما الفرق بين التغيير الفيزيائي والتغيير الكيميائي؟ التغيير الفيزيائي لا يكون مواد جديدة، التفاعل الكيميائي ينتج عنه مواد جديدة. سؤال الخامس، ما أوجه التشابه والاختلاف بين ميزان ذو الكفتين والميزان الحساس؟ يتشابه الميزان بوصفهما أداة قياس كتلة الجسم، ويختلف الميزان الاعتيادي عن ميزان الصاغة بأنه يقيس الكتل الكبيرة، أما ميزان الصاغة يقيس الكتل الصغيرة. ما الفرق بين بذور الذرة وبذور الفاصوليا؟ بذور الذرة من ذوات الفلقة الواحدة وتحتاج إلى مدة طويلة لنموها. بذور الفاصوليا من ذوات الفلقتين وتنمو خلال مدة قصيرة. السؤال، لماذا يسري التيار الكهربائي في الموصل ولا يسري في المعازل؟
لأن الموصل يحتوي على إلكترونات حرة ويحتوي العازل على إلكترونات غير حرة. لماذا تكون شحنة النواة موجبة؟ بسبب احتواء النواة على بروتونات موجبة الشحنة والنيترونات عديمة الشحنة، لذلك تأخذ النواة الشحنة الموجبة. لماذا تنتشر النسامات على طبقة البشرة؟ لكي يتمكن الجلد من إفراز العرق خارج الجسم. النباتات التي تتكاثر بالدرنات أكثر انتشارا من النباتات التي تتكاثر بالأبصار، بسبب تحملها للظروف الجوية المختلفة عكس الأبصار التي لا تتحمل الحرارة العالية. عندنا الرسومات، رسم الدرنة ورسم براعم التذوق ورسم نموذج مكونات الذرة. التعداد، ما أجزاء البذرة؟ غلاف البذرة، الفلق، الجنين، السويدار. سؤال، ممن يتكون جنين البذرة؟ يتكون من الجذير والرويشة. ما طرائق انتشار البذور؟ الهواء، الماء، الحيوانات، الإنسان. ما أنواع التكاثر الخضري؟ التكاثر الطبيعي هو الذي لا دخل للإنسان في إتمامه، مثل الدرنات والأبصار. التكاثر الاصطناعي، مثل التكاثر بالأقلام والتطعيم والفسائل. ما أنواع الأقلام؟ قلم ساقي، قلم جذري، قلم ورقي. سؤال، كيف أحافظ على صحة جهازي العصبي وسلامته؟ النوم الكافي بمعدل 8 ساعات، الرياضة المنتظمة، تناول الغذاء الصحي. التعاليم، تختلف البذور في سرعة نموها، لأن منها ما ينمو خلال مدة قصيرة من الزمن مثل الفاصوليا، ومنها ما يحتاج إلى مدة طويلة من الزمن مثل القمح. ثانيا، لماذا تنتج النباتات عددا كبيرا من البذور؟ لأن البذور لا تمتلك جميعها فرصة للإنبات. سؤال، تلجأ بعض النباتات أنواع النباتات إلى التكاثر الخضري حفاظا على بقائها واستمراريتها. سؤال، تترك الدرنة بعد تقطيعها لوقت محدد حتى تتكون طبقة اللينية التي تحميها من الإصابة بالفطريات. سؤال، يغطي مكان التصاق الطعم بالنبات الأصل بمادة شمعية أو بشريط لحمايته من الرطوبة ومن الحشرات. تجنب التواجد قرب الأشخاص المدخنين لأن التدخين يسبب أمراضا خطيرة للجهاز العصبي. نشعر بطعم الحلاوة أسرع من الشعور بطعم المرارة، لأن براعم الحلاوة تقع في مقدمة اللسان وبراعم المرارة تقع في مؤخرة اللسان. اشرب كميات كافية من الماء، لأن الماء يحمي البشرة من الجفاف. تتحول الطاقة الكهربائية في داخل البطارية إلى طاقة كهربائية بسبب التفاعل الكيميائي الذي يحصل في داخل البطارية بحركة الشحنات الكهربائية السالبة في داخل البطارية. لماذا لا ينتشر النخيل في كل مناطق العالم؟ لأنه يحتاج إلى ظروف بيئية خاصة مثل الحرارة العالية والرطوبة. يتمتع القفص الصدري بخاصية المرونة بسبب قابلية الأضلاع على الحركة وتساعد في عملية التنفس. أفضل أنواع الأقلام هو القلم الساقي لسهولة الحصول عليه. لماذا يعد الزجاج المحبب من المواد شبه الشفافة؟ لأنه يسمح بمرور جزء من الضوء. تلف بعض المقابس الكهربائية عند توصيلها بالكهرباء تشغيل أكثر من جهاز كهربائي على القابس. ما الفرق بين العنصر والمركب؟ العنصر يتكون من اتحاد ذرات متشابهة مثل الحديد، المركب يتكون من اتحاد ذرات مختلفة مثل الماء. ما الفرق بين الجذير والرويشة؟ الجذير ينمو ليكون جذرا، والرويشة تنمو لتكون ساق. ما الفرق بين المواد الموصلة والمواد العازلة؟ المواد الموصلة تسمح بسريان التيار الكهربائي من خلالها مثل النحاس لأن إلكتروناتها حرة. المواد العازلة لا تسمح بسريان التيار الكهربائي من خلالها مثل المطاط لأنها إلكترونات غير حرة. سؤال، ما الفرق بين المواد الشفافة والمواد المعتمة؟ المواد الشفافة تسمح بمرور الضوء من خلالها مثل الزجاج، المواد المعتمة لا تسمح بمرور الضوء من خلالها مثل الخشب. ما الفرق بين تفاعل الاتحاد وتفاعل التحلل؟ تفاعل الاتحاد يحدث بين مادتين أو أكثر لتكوين مادة جديدة. تفاعل الاتحاد يتم التحلل يتم تحلل مادة واحدة إلى مادتين أو أكثر. ما الفرق بين ظاهرتي خسوف القمر وخسوف الشمس؟ خسوف القمر يحدث عندما تقع الأرض بين الشمس والقمر، ويكون القمر تحت ظل الأرض، ويكون القمر بطور البدر. خسوف الشمس يحدث عندما يكون القمر بين الشمس والأرض، وتقع الأرض تحت ظل القمر، ويكون القمر بطور المحام. ما الفرق بين العضلات الإرادية والعضلات اللا إرادية؟ العضلات الإرادية ترتبط بالهيكل العظمي ويمكن التحكم بحركتها مثل عضلات الذراعين. العضلات اللا إرادية توجد في الأعضاء الداخلية ولا يمكن التحكم بحركتها مثل عضلات القلب. ما الفرق بين المواد المتفاعلة والمواد الناتجة؟ المواد المتفاعلة هي المواد التي تشترك في التفاعل الكيميائي، المواد الناتجة هي المواد الناتجة من عملية التفاعل. ما الفرق بين طريقة زراعة الدرنات وطريقة زراعة الأبصار؟ كليهما تكاثر خضري طبيعي. الاختلاف، تزرع البصرة كاملة مهما كان حجمها، بينما يجب أن تقطع الدرنة إذا كانت كبيرة الحجم. ما العضلات وما نوعها؟
العضلات نسيج عضلي قوي يحرك العظام، العضلات الأنادية والعضلات الإرادية. كيف أحافظ على صحة الجهاز العضلي وسلامته؟ ممارسة الرياضة اليومية، عدم القيام بالحركات العنيفة، تجنب الوقوف مدة طويلة، عدم مشاهدة التلفاز أو استخدام الحاسوب مدة طويلة. مما تتركب الأذن، الأذن الخارجية، الأذن الوسطى، الأذن الداخلية. ما براعم التذوق؟ ما أنواعها؟ براعم التذوق، براعم المرارة، براعم الحموضة، براعم الحلاوة، براعم الملوحة. ما عدد طبقات الجلد؟ طبقة البشرة وطبقة الأدنى. ما وظائف الجلد؟ يشكل الغطاء الخارجي لجسم الإنسان ويحمي المكونات الداخلية، يمثل حاسة اللمس، يعد جهازا إخراجيا من خلاله يتخلص الجسم من المواد غير الضرورية، يعمل على تنظيم حرارة الجسم، يشكل ملامح الإنسان الخارجية، ويعد وسيلة للتعرف على الأشخاص من خلال استخدام بصمات الأصابع. سؤال: مما تتركب الذرة؟ بروتونات، النيوترونات، الإلكترونات. ما هي أنواع التفاعلات الكيميائية؟ تفاعل الاحتراق، تفاعل الاتحاد، تفاعل التفتت. ما أخطار الكهرباء، الحرائق، الصدمة الكهربائية؟ سؤال: اذكر بعض احتياطات الأمان والسلامة عند التعامل مع الكهرباء. استعمال الأجهزة الكهربائية المزودة بالقابض ذات الثلاث رؤوس. عدم تشغيل أكثر من جهاز كهربائي باستعمال قابض كهربائي واحد. إبعاد الأجهزة الكهربائية عن الماء. تأريض الأجهزة الكهربائية. التأريض يعني توصيل أجسام الأجزاء الكهربائية بواسطة سلك بالأرض، ويعد من وسائل الأمان، وعدم إدخال الأيدي في فتحات المقابس. ما أنواع المواد وفق مرور الضوء من خلالها؟ المواد الشفافة هي المواد التي تسمح بمرور الضوء من خلالها مثل الزجاج. المواد المعتمة هي المواد التي لا تسمح بمرور الضوء من خلالها مثل الورق المقوى. المواد شبه الشفافة هي المواد التي تسمح بمرور جزء من الضوء من خلالها مثل الزجاج المحبب. سؤال: ما مصادر الطاقة المتجددة؟ الطاقة الشمسية، طاقة المد والجزر، طاقة المياه، طاقة الأمواج، طاقة الرياح. ما المواد من حيث قابلية للتوصيل الكهربائي؟ المواد الموصلة هي التي تسمح بسريان التيار الكهربائي من خلالها مثل النحاس والألمنيوم. والمواد العازلة هي المواد التي لا تسمح بسريان التيار الكهربائي من خلالها مثل المطاط والبلاستيك. مما تتكون العتلة؟ تتكون من المرتكز، المقاومة، القوة. المرتكز ساق تتحرك حول مستوى ثابت، المقاومة تستقبل مرات تحريكه، والقوة القوة المبذولة لتحريك الثقل. ما فائدة كل من ما يأتي؟ غلاف البذرة، حماية البذرة، السويداء يتغذى عليه الجنين، التطعيم للحصول على نباتات جديدة ذات صفات مرغوبة، الأوتار تربط العضلات بالعظام، البؤبؤ يمر الضوء من خلاله إلى العين، الطبقة الفلينية حماية الذرنة من الإصابة بالأمراض الفطرية، المولد الكهربائي يقوم بتحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية، الجمجمة تحمي الدماغ من المؤثرات والصدمات الخارجية، العمود الفقري يحمي الحبل الشوكي وإعطاء الوضعية المنتصبة لقامة الإنسان، الأقراص تعمل كوسائل حماية ضد الصدمات الخارجية، القفص الصدري حماية الأعضاء الداخلية، القلب والرئتين، الجهاز العصبي تنظيم عمل الجسم، الجهاز الهيكلي توفير الحماية والدعم والإسناد للجسم، الجهاز العضلي مسؤول عن حركة الإنسان، الأجفان غلق العينين أثناء النوم وتحمي العينين من دخول الأجسام الغريبة إليها، الأذن الوسطى نقل الأصوات للأذن الداخلية، الآلات البسيطة تساعدني على إنجاز عملي ببذل قوة قليلة ووقت قصير، البطارية مصدر لتوليد الطاقات الكهربائية، المادة الشمعية في الأذن حماية الأذن من الدخول الأتربة إليها، المادة المخاطية تعمل على ترطيب السطح الداخلي للأذن، الغدد الدهنية تفرز الدهون المرطبة للبشرة، الغدد العرقية تفرز العرق، بصمات الأصابع تحديد الهوية للتعرف على الأشخاص، أفضل يحمينا من الشمس ومعرفة الوقت. هذا كل ما موجود في مرشحات مادة العلوم للصف السادس الابتدائي.